أما بعد أيها الإخوة الكرام، أمر الله تعالى في كتابه الكريم بالإتيان بجميع الفضائل، ونهى الله تعالى عن الأسافل والرذائل. وإن من الأخلاق العظيمة التي أمر الله تعالى بها أن يتحلى المؤمن بها في كل أحواله، أن يتحلى بها في مشيته وفي لباسه وفي كلامه وفي تعامله مع الناس وفي اقتصاده وتجارته، أمر الله تعالى بهذه الصفة أن تكون ملازمة للمؤمنين. ومدح الله تعالى فريقا من الأنبياء لما اتصفوا بهذه الصفة العظيمة، إنها الصفة التي أمر الله تعالى بها فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومدح الله تعالى أهلها فقال الله جل وعلا: والله مع المحسنين. وبين الله جل وعلا أن لها من الفضيلة في الدنيا قبل الآخرة يكافأ بها صاحبها، فقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وبين الله تعالى أن الذين يحسنون تكون لهم الجنة في الآخرة، ولهم النظر إلى وجه ربنا جل في علاه، فقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة. قال جل وعلا بعدها: وزيادة، يعني النظر إلى وجه الله جل وعلا.